إسرائيل حركت واحدة من أخطر القنابل الأمريكية التي بحوزتها، وهذا الأمر نشر من قبل العديد من المصادر الغربية والإسرائيلية، بالإضافة إلى مصادر مهمة للغاية مثل أوبن سورس إنتل وأوسن ديفندر. وكان ما نشر عبارة عن لقطات لعناصر من سلاح الجو الإسرائيلي وهم يقومون بتحميل هذه القنبلة العملاقة، وهي قنبلة MK-84 والتي يطلقون عليها قنبلة المطرقة على طائرة F-15I التي نراها هنا. وهذه القنبلة هي تعتبر الأثقل حجما أو الأثقل وزنا عفوا والأكبر حجما بين قنابل مارك الأمريكية، ويصل وزنها إلى 907 كيلوغراما، ونتحدث عن 48% من وزنها هي عبارة عن ذخيرة. كذلك أن هنالك مادة وسط هذه القنبلة هي مادة HMX شديدة الانفجار وشديدة الذوبان، وهذا هو الذي يجعل القنبلة تضرب وكأنها مطرقة، وعندما تضرب أي منطقة فإنها تتسبب بحفرة يصل عمقها إلى 11 مترا، وكذلك عرض هذه الحفرة 15 مترا، وتقتل أي شيء على قيد الحياة على مسافة 75 مترا، بالإضافة إلى أنها تتسبب أيضا بأضرار أيضا مميتة وليست بالعادية على مسافة 300 متر. وإذا ما ألقينا نظرة هنا على سبيل المثال عندما استخدمت إسرائيل هذه القنابل في قطاع غزة، سترى هنا ضربة، وكذلك ترى بأن هنا نقطة أخرى قد ضربت، وهذه نقطة أخرى قد ضربت، نتحدث عن ثلاث قنابل. لاحظ الدمار الكبير الذي أحدثته هذه القنابل في هذه المنطقة بأكملها، ضرر هائل للغاية بكل تأكيد من قبل هذه القنبلة. وهذه القنبلة طبعا سابقا عندما استخدمت في قطاع غزة بهذه الطريقة تسبب الأمر بمشكلة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على قطاع غزة، 360 كيلومترا مكتظة بالسكان بأكثر من 2 مليون إنسان، وتسببت بالكثير من الخسائر البشرية بسبب قدرتها الانفجارية في هذه المساحات المكتظة بالسكان. ولكن في نهاية المطاف إسرائيل عادت لتستعرض هذه القنابل بهذه الطريقة، وهذا الاستعراض الآن وهذه الكميات الكبيرة تأتي بعد شحنات هائلة من السلاح الأمريكي قد وصلت مؤخرا لإسرائيل. على سبيل المثال يوم أمس الفلايت ريدار 24 أظهر طائرة من نوع بوينغ 747 الأمريكية تحلق من الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة إلى قاعدة نيفاتم في إسرائيل، وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة. تلاحظ من التسجيل بأنها بوينغ 747 كما نلاحظ. كذلك أن مينش أوسنت كان قد وثق عبر الفلايت ريدار 24 كم من الشحنات قد وصلت لإسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية أو طائرات الشحن العسكرية الأمريكية خلال شهر أغسطس تحديدا، ووثق بأننا أمام 22 طائرة شحن عسكرية خلال هذا الشهر فقط من طائرات C-17A Globemaster بالإضافة إلى البوينغ 747. نتحدث هنا عن حمولات وشحنات عسكرية يصل وزنها إلى أكثر من 1.5 مليون كيلوغرام من الأسلحة والذخيرة الأمريكية هي التي وصلت إلى إسرائيل بهذا الشكل. وحتى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم افتخرت بوصول الطائرة رقم 500 من القطار الجوي للمعدات والأسلحة العسكرية إن كانت من الولايات المتحدة الأمريكية أو غير الولايات المتحدة الأمريكية منذ 7 أكتوبر حتى يومنا هذا، لا بل إنهم نشروا أساسا صورة لهذه الشحنة بهذه الطريقة. طبعا قاموا نوعا ما بتغويش هذه المنطقة أو نوعا ما بعدم إظهار التفاصيل الواضحة على الأسلحة والشحنات، وهذا يوضح بأننا قد نكون أمام أسلحة نوعية هي التي تسلمتها إسرائيل. كذلك أن استعراض هذه الأسلحة من قبل الجانب الإسرائيلي هو يأتي بعد الضربات الاستباقية التي وجهتها إسرائيل مباشرة على حزب الله اللبناني قبل ربع ساعة من ساعة الصفر لحزب الله للانتقام لفؤاد شكر وما جرى لفؤاد شكر. ولكن إسرائيل كانت حاضرة بضربات استباقية كبيرة للغاية، استهدفت هذه الضربات هذه المناطق باللون الأحمر كما وضحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أي أن الطائرات الإسرائيلية حلقت باتجاه لبنان بهذا الشكل، ضربت جنوب غرب لبنان في بادئ الأمر، بعدها ضربت المناطق المحاذية للجليل الأعلى، وبعدها المناطق المحاذية للنهر الليطاني، وهذا هو الذي أدى إلى تغيير المعادلة بهذا الهجوم. أيضا استعرضوا طائرات F-15 F-35 كانت مشاركة، كذلك سترى أيضا مروحيات الأباتشي وهي تحلق وتتصدى
للطائرات المسيرة القادمة من حزب الله اللبناني، وكذلك النقاط التي كانت قد استهدفت والتي ظهرت فيها انفجارات ثانوية كما نلاحظ هنا على سبيل المثال، وانفجار آخر دون سقوط أي قنبلة باتجاه هذه المنطقة، يوضح بأنها قاعدة صاروخية هي التي كانت استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي، واستعراض القنبلة MK84 قنبلة المطرقة التي نتحدث عنها هي تأتي أيضا في توقيت مثير للغاية، في توقيت إيران لا زالت تهدد برغبتها وتوضح بأنها لا زالت راغبة للانتقام لإسماعيل هنية. على سبيل المثال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في اتصال مع نظيره وزير الخارجية الإيطالي قال الرد الإيراني على إسرائيل أمر لا مفر منه وسيكون دقيقا ومحسوبا. كذلك وزير الدفاع في حكومة صنعاء أيضا قد ذكر يوم أمس القوات المسلحة اليمنية بمختلف تشكيلاتها في أعلى درجات الجهوزية لتوجيه ضربات موجعة في عمق إسرائيل. كذلك تقارير عن شحن أسلحة باتجاه سوريا ذكرها دير الزور الموقع المهم الذي تحدث عن هذه التفاصيل، وأكد بأن هنالك أسلحة كانت قد دخلت من العراق مباشرة إلى سوريا إلى بلدة عياش تحديدا باتجاه ريف دير الزور، وهنالك رقابة كبيرة لطبيعة تحرك مثل هذه الأسلحة. عادة هذه الصواريخ وغيرها هي توجه باتجاه القوات الأمريكية المتواجدة من قاعدة حقل العمر النفطي أو قاعدة كونيكو، ولكن هذه المرة إسرائيل تراقب هذه الأسلحة بسبب أن هذه الأسلحة من الممكن أن تكون هي النقطة الثانية أو المرحلة الثانية من عملية الانتقام من إسرائيل، خاصة وأن المرحلة الأولى هي كانت مرحلة حزب الله اللبناني في مسألة الانتقام من إسرائيل، وبالتالي إسرائيل تراقب الجميع، هي ترى ما الذي ممكن أن يكون قادما من قبل إيران أو ما الذي ممكن أن يكون قادما بالدرجة الأساس أيضا من قبل جماعة الحوثي مع هذه التهديدات. بالتالي استعراض هذه القنبلة من قبل الجانب الإسرائيلي بهذه الطريقة وطائرات F-15 تحديدا هو يوضح بأنهم يرسلون رسائلا بأنهم قادرين على استخدام هذه القنابل وتوجيه كذلك ضربات استباقية إن كانت على جماعة الحوثي كما فعلوا في الحديدة أو حتى باتجاه أيضا البنى التحتية الخاصة لإيران أو حتى أيضا المفاعل النووي أن يكون هدفا قبل أساسا أن ينطلق أي صاروخ أو طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، وإسرائيل وهم أظهروا بأنهم قادرين على تنفيذ مثل هذه العمليات. وهذه المسألة أيضا التي تنتبه لها إيران تماما بأن من الممكن أن تكون هنالك ضربات استباقية باتجاهها، وإيران أيضا منتبهة للتواجد الأمريكي الكبير مع إسرائيل، تواجد هائل للغاية من الولايات المتحدة الأمريكية خاصة على مستوى حاملات الطائرات الأمريكية مع دخول إبراهام لينكولن في منطقة الشرق الأوسط، وكان هنالك تحديثا ليو اس اس إبراهام لينكولن التي كانت أساسا موجودة هنا في هذه المنطقة عندما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بأنها دخلت إلى منطقة مسؤولية للقيادة المركزية، كانت على بعد 4 إلى 5 أيام من يو اس اس ثيودور روزفلت المتمركزة في خليج عمان، وكان يتوقع أن تذهب حاملة الطائرات باتجاه جماعة الحوثي على سبيل المثال وتتمركز في البحر الأحمر لتوفر الحماية المباشرة طبعا لإسرائيل في حالة تعرض إسرائيل إلى أي هجوم، تكون حاملة الطائرات حاضرة للضغط على جماعة الحوثي. لكن المفاجأة الكبيرة كما كشف ام تي أندرسون اليوم بأن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن هي جنبا إلى جنب ووصلت الآن وتقف جنبا إلى جنب مع يو اس اس ثيودور روزفلت في خليج عمان، منصورة القمر الصناعي لإبراهام لينكولن كما تلاحظون هنا، وهذا يعني أن الأمور تغيرت خاصة مع أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان قد أرسل وأصدر أوامرا بأن تبقى حاملات الطائرات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، بمعنى آخر أي جدول لتحرك حاملات الطائرات إلى أي منطقة أخرى يتم إلغاؤها حتى تأتي أو حتى تصدر أوامر أخرى من وزير الدفاع الأمريكي. بالتالي بشكل عام الانتشار الأمريكي أصبح بهذا الشكل في خليج عمان، حاملتين للطائرات الأمريكية تأتي باتجاه إيران بشكل مباشر، هذه هي من المرات النادرة التي تظهر فيها حاملات الطائرات الأمريكية بهذه الطريقة، وهي توضح خطورة الموقف الذي ممكن أن يكون قادما تجاه إيران، بالإضافة طبعا إلى السفن الحربية إن كانت الأمريكية مثل يو اس اس واسب وأيضا البريطانية أو الفرنسية أو الغواصة النووية كلها متمركزة في البحر المتوسط، مع وجود أيضا كبير
من قبل المدمرات وغيرها المتوزعة في البحر الأحمر أو حتى في خليج عدن، لتظهر قوة كبيرة لإيران بأن عليها الابتعاد عن الحرب الإقليمية، وإن أرادت الحرب الإقليمية فإن الولايات المتحدة الأمريكية حاضرة لمثل هذه العملية. ولكن ما هو مثير أن إسرائيل منتبهة أيضا أن رغم هذا الانتشار الأمريكي الذي نتحدث عنه، إلا أن حزب الله اللبناني في نهاية المطاف لم يشعر بالردع وقام بمهاجمة إسرائيل انتقاما لفؤاد شكر، وذلك لأن حزب الله اللبناني يعلم تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس في مصلحتها أن تقوم بأي هجمات تجاه حزب الله اللبناني أو غيرها، وبأن هذا الوجود هو وجود للردع، ولن تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد من الموقف الذي هي عليه. وكذلك أن إسرائيل ترى وتعلم أن هذه نفس القصة قد تكون بالنسبة لإيران أو حتى لجماعة الحوثي، أن هذه الأطراف تعلم تماما أن الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات ولا تريد أن تدخل في أي ضربات أو غيرها يكون فيها سوء للحسابات، وتؤدي هذه المسألة إلى حرب إقليمية ستنهي فرص كمالا هارس في الفوز في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي ستنهي الكثير من الفرص للعودة للاتفاقية النووية. وعلى هذا الأساس ممكن جدا في ظل هذه معادلة إيران ممكن أن تنفذ هجومها المباشر على إسرائيل، أو أن تأتي جماعة الحوثي أيضا لتنفذ الهجوم على إسرائيل ثم تأتي إيران لتنفذ هذا الهجوم، أو أن تكون هنالك هجمات مفاجئة قادمة من الساحات الموجودة في سوريا والعراق من أجل الانتقام طبعا من إسرائيل. وبالتالي هذه هي الخارطة التوزيعية أو هذه الخارطة التي تنتبه لها إسرائيل، وعلى هذا الأساس إسرائيل لا زالت تصعد، لا زالت تحضر بقنابلها وتستعرض وتوضح أنها من الممكن أن توجه ضربات استباقية وتصعد باتجاه حزب الله اللبناني بشكل كبير من خلال تصريحات كانت واضحة من قبل وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال نحن نعمل عسكريا ونستعد وكأننا لن نتوصل إلى اتفاق ونحن مستعدون في أي لحظة للحرب في الشمال، وكذلك أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال بأننا الآن نسعى ونحن عازمون تماما على تغيير الوضع الأمني في شمال إسرائيل، وعدم انسحاب حزب الله اللبناني من جنوب لبنان قد يعني تطبيقا للقرار 1701 من قبل إسرائيل وليس تطبيق من اليونيفيل أو حتى من الجيش اللبناني، يعني هجوم بري من قبل الجيش الإسرائيلي بشكل مباشر. وواضح جدا أن الأمور الآن مرتبطة بهذه الزيارة المهمة لرئيس وزراء قطر الذي وصل إلى إيران اليوم والتقى بوزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين، وهنالك ترقب إلى أي حل من الممكن أن يكون حاضرا في إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة لنتفادى كل هذه السيناريوهات التي تحدثنا عنها، خاصة وأنها سيناريوهات خطيرة وليست بالعادية أبداً.